السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مستر حسام الصياد ودي قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. النهاردة هنشرح مع بعض زمن من الأزمنة السهلة جدا بس في نفس الوقت بتلخبط ناس كتير. عايزين نركز مع بعض ونحل مع بعض الأمثلة اللي هنقولها في فيديو النهاردة. أوعدك إن أنت في آخر الفيديو هتقدر تحل أي سؤال على المضارع المستمر أو الـ present continuous بمنتهى السهولة وانت مغمض عينيك. المهم ان احنا نركز مع بعض، ما نفوتش ولا ثانية واحدة من الفيديو، وزي ما قلت لك هتحل كل الأسئلة بمنتهى السهولة بعد كده ان شاء الله. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة، زي ما احنا اتفقنا كلنا، كل زمن ليه خاصية او مجموعة من الخصائص بتميزه، حاجة كده بتميزه عن غيره. بالنسبة لزمن المضارع المستمر او الـ present continuous، هو زمن بيتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي، وقت حدوث الكلام، وقت ما أنا بكلمك. يعني الزمن ده بيعبر عن فعل بيحصل دلوقتي، وقت حدوث الكلام. طيب وإزاي هو مستمر؟ أي زمن في اللغة الإنجليزية بنقول عليه continuous أو مستمر لازم يكون فيه ing مع الفيرب. ing بيخلي الفيرب في الزمن ده بشكل مستمر، بيحصل بشكل مستمر في الزمن اللي احنا بنتكلم عنه. علشان نحط الفيرب ing لازم نحط قبل منه فعل مساعد اللي هو verb to be، يعني am أو is أو are. I بيجي معاها am، he أو she أو it بيجي معاهم is، you أو we أو they بيجي معاهم are، زي ما احنا عارفين كلنا في verb to be. فطبعا بنحط للفيرب ing مع كل واحدة من دول. طبعا بيجي في أول الجملة subject اللي هو الضمير، سواء كان I أو he أو she أو it أو you أو we أو they، ومعهم am أو is أو are، وبعدين بيجي الverb بالing، وبعدين بنكمل الجملة عادي. فبالتالي بنعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي، زي مثلا لما أجي أقول لك I am walking now. I am walking now يعني أنا ماشي دلوقتي، أنا بمشي دلوقتي. لما أنت تسمعني هتعرف إن أنا ماشي دلوقتي. زي مثلا ما أقول لك He is sleeping now. He is sleeping now. هو نايم دلوقتي. لما انت تسمعني بقول كده تعرف ان الشخص ده نايم دلوقتي. لما اجي اقول لك She is eating now. She is eating now يعني هي بتأكل دلوقتي. يبقى بمنتهى البساطة الفيرب بيجي معاه ing، بيعبر عن ان هو في زمن المستمر. علشان نخليه مضارع مستمر بنجيب معاه am او is او are بعد السبجكت، فبالتالي بيبقى هنا كوننا جملة في زمن المضارع المستمر. يبقى كده عرفنا التكوين بتاع المضارع المستمر أو الـ present continuous، إن إحنا بنجيب I أو you أو we أو they أو he أو she أو it مع am أو is أو are، وبعدين الـ verb بالـ ing. طب لو عايزين نعمل سؤال ونقول سؤال في زمن المضارع المستمر أو الـ present continuous، بنجيب am أو is أو are في الأول، وبعدين بنجيب الـ subject اللي هو I أو you أو we أو they أو he أو she أو it بعد كده، وبعدين بنكمل الجملة بشكل عادي. زي مثلا لما أجي أقول لك الجملة العادية بتقول They are watching a movie. They are watching a movie يعني هما بيتفرجوا على فيلم دلوقتي. They are watching a movie. لما أجي أقول لك هل هما بيتفرجوا على فيلم دلوقتي، هقول لك هنجيب are في الأول وبعدين نحط السبجكت اللي هما they، وبعدين نكمل الجملة عادي. فهنقول Are they watching a movie? Are they watching a movie؟ هل هما بيتفرجوا على فيلم؟ هنا بمعنى هل. مثلا لما اجي اقول لك He is studying now. He is studying now يعني هو بيذاكر دلوقتي. لما اجي اسألك واقول لك هل هو بيذاكر دلوقتي، هقول لك Is he studying now? Is he studying now؟ يبقى جبنا verb to be في الأول، وبعدين جبنا subject، وبعدين كملنا الجملة بشكل عادي، فبقيت سؤال بمعنى هل هو يذاكر الآن؟ طبعا لما بنيجي نجاوب على السؤال بتاع هل ده بنجاوب ب yes or no. ده yes or no question، ده سؤال الإجابة بتاعته بتبدأ ب yes or no. فلما أجي أقول لك is he studying now، هل هو بيذاكر دلوقتي، أنت عايز تقول لي آه هو بيذاكر دلوقتي، هتقول لي yes he is. Yes he is، نعم هو بيذاكر دلوقتي. Is she eating now؟ Is she eating now؟ هل هي بتأكل دلوقتي، هتقول لي yes she is، نعم هي بتاكل دلوقتي. طب لو هي ما بتاكلش هتقول لي No she isn't. No she is not or no she isn't. لا هي ما بتاكلش دلوقتي. يبقى لما بجيب verb to be في الأول وبعدين بحط السبجكت وبعدين بكمل الجملة عادي علشان أسأل سؤال بصيغة هل،
ده اسمه yes or no question، يعني سؤال إجابته yes or no، فبالتالي بنبدأ إجابتنا ب yes or no، أيوة أو لأ، وبعدين بنقول السبجكت عادي ده اسمه yes or no question، فالإجابة بتاعته بتبدأ ب yes or no. طب لو عايز أكون سؤال بال WH question أو كلمات الاستفهام اللي إحنا عارفينها، وفي حلقة على القناة خاصة بيها تقدر تتفرج عليها بمنتهى السهولة، عايز أسأل سؤال باستخدام كلمة من كلمات الاستفهام دي في ال present continuous أو زمن المضارع المستمر، بنعمل نفس الحاجة، بنخلي ال verb to be في الأول وال subject بعد كده، وبعدين بنكمل الجملة عادي وبنجيب كلمة الاستفهام في الأول خالص. يعني مثلا لما قلت لك من شوية is he studying، is he studying يعني هل هو بيذاكر، فلو عايز أقول لك ليه هو بيذاكر دلوقتي فهقول لك why is he studying now، why is he studying now، ليه هو بيذاكر دلوقتي، جبنا why في الأول وكملنا الجملة بشكل عادي، وبالتالي بقت سؤال في زمن الـ present continuous. زي ما قلت لك مثلا is she eating، is she eating، هل هي بتأكل دلوقتي، ممكن أقول لك هي بتأكل إيه دلوقتي فأقول لك، ممكن أقول لك هي بتأكل إيه دلوقتي فأقول لك what is she eating، what is she eating يعني هي بتأكل إيه دلوقتي، وهكذا. فبنجيب كلمة الاستفهام في الأول، وبعدين بنحط verb to be زي ما هو اللي هو am أو is أو are، بعدين بنحط subject زي ما هو وبنكمل الجملة، فبيكون سؤال في زمن ال present continuous أو زمن المضارع المستمر. بكده احنا خلاص خلصنا شرح ال present continuous أو المضارع المستمر. آخر ملحوظة معانا بس لازم نكون عارفينها كويس، ازاي بنضيف ing على ال verb. يعني مثلا في verbs أو أفعال بتنتهي بحرف ال e، ال verbs دي بنشيل الـ E خالص من آخر الـ verb وبعدين بنحط ING، ما ينفعش نحط الـ ING بعد الـ E. زي مثلاً write، write يعني يكتب، write فبنخليها writing، بنشيل الـ E ونحط ING. زي مثلاً ride، ride يعني يركب، بنشيل الـ E ونحط ING، وهكذا. أي verb بينتهي بحرف الـ E بنشيل الـ E ونحط الـ ING علشان يبقى الـ verb بصيغة سليمة ومكتوب بشكل سليم. آخر حاجة معانا النهاردة في برضو إضافة الـ ING على أي verb في الـ present continuous، أي verb بيكون فيه حرف vowel قبل آخر حرف فيه، وإحنا عارفين حروف الـ vowels اللي هي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U، والحروف دي مهمة جدا لازم نكون حافظينها A E I O U. لو أي حرف من الحروف الخمسة دول موجود قبل آخر حرف في الـ verb بنضاعف آخر حرف في الـ verb وبعدين نحط ING. زي مثلا verb run، run يعني يجري، بنخليها running، running يعني يجري برضو بس بنضاعف الـ N ونخليها running. زي مثلا sit يعني يجلس، بنخليها sitting، sitting يعني يجلس في الـ present continuous. أما طبعا لو ما كانش آخر حرف هو حرف الـ E وما كانش قبل الحرف الأخير حرف من حروف الـ vowels اللي هي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U، هنقدر نحط ING على الـ verb على طول، وطبعا زي ما قلنا بنجيب قبل منه am أو is أو are، وكده يبقى حطينا الـ verb في زمن الـ present continuous بشكل صحيح وكوننا جملة مفيدة في زمن المضارع المستمر. طبعا عايزين نحل بعض الأمثلة مع بعض علشان نشوف إحنا فاهمين ولا لأ. يعني مثلا لما أجي أقول لك are you not to school وعلامة استفهام، وأقول لك going ولا go ولا went، are you not to school وعلامة استفهام في الآخر وأقول لك going ولا go ولا went، هنختار إيه؟ شاطرين طبعا هنختار going، زي ما قلنا are you وبعدين بيجي الverb بالing going to school، going to school يعني أنا بسألك أنت رايح المدرسة دلوقتي ولا لا. لما أجي أقول لك she not having a shower وأقول لك is ولا am ولا are، she not having a shower هنقول ايه؟ طبعا she is having a shower يبقى هي بتاخد shower دلوقتي. لما اجي اقول لك مثلا he is not a movie، he is watching ولا watch ولا watched، she is not a movie، she is watching ولا watch ولا watched، صح طبعا she is watching a movie يشاهد موفي أو فيلم دلوقتي. وبكده نكون خلصنا زمن الـ present continuous أو زمن المضارع المستمر. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. هسيب لكم رابط تحت الفيديو فيه أسئلة وإجابات،
لازم تحلوها وتتأكدوا من الإجابة بتاعتكم صحيحة ولا لأ بعد ما تحلوه. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفاد أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع غيرك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.